لماذا أنت خائف هكذا بني؟ جدي، لا أستطيع التحدث. لما بني؟ إني أرتعد من شدة الخوف. إذن فلتهدأ أولا ثم أجبني، لربما هذا الشيء الذي تخشاه يكون لا أساس له، يكون مجرد وهم بني. ليس وهما جدي، الشيخ نافع هو من حدثنا عنه. الشيخ نافع؟ نعم جدي. وبما تحدث إليكم الشيخ نافع؟ حدثنا عن عذاب بالقبر عند الموت جدي. عذاب بالقبر؟ ولما تحدث إليكم الشيخ نافع بمثل هذا الأمر؟ صديق عدنان جدي، صديق عدنان، جاءت أمه إلى الشيخ وكررت شكواها منه، وهذه ليست المرة الأولى جدي، هي دائمة الشكوى منه. وماذا فعل عدنان لتشتكي منه أمه؟ إنه يأخذ من المال دون أن يخبرها، وعندما تسأله لا يجيبها صدقا. أتقصد إنه سارق وكاذب أيضا؟ نعم جدي. وماذا فعل الشيخ معه؟ الشيخ نافع قام بضربه وهو يتحدث له أن مثل هذه الأفعال ستذهب به إلى النار. وهل استجاب عدنان لحديث الشيخ؟ لم يستجب جدي، ولكن عندما حدثنا الشيخ عن عذابا بالقبر وإن مثل هذا العذاب ليس ببعيد، بدا عدنان صديقي بحال آخر جدي، وأقسم للشيخ إنه لن يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى. يا إلهي، ولما لم يحدثه الشيخ عن الصدق وعن الأمانة؟ ولما لم يحدثه عن أخلاق النبي محمد وإنه هو من كان يدعى بالصادق الأمين؟ ولما لم يحدثه عن عظيم الثواب وحسن الجزاء في الآخرة لمن تحرى الصدق والأمانة؟ ولما ادعى شيئا لا أثر له؟ أتقصد جدي أن الشيخ نافع هو من كذب؟ بالطبع بني، ليس هناك من شيء يدعى بعذاب القبر، إنها بدعة اختلقها هو ليرهب بها صديقك عدنان، وبالطبع هو لا يعلم أن مثل هذه الأفعال حتى وإن أتت بشيء جيد لبعض الوقت، وحتى وإن كان المقصد من ورائها خيرا، فأن لها من سوء الأثر ما يجعلها جريمة كبرى يستحق هو ومن تبعه في الحديث عنها كل العقاب عليها. ولكنه جدي. ولكنه ماذا بني؟ اكمل حديثك بني. الشيخ نافع جدي أتى بآيات من القرآن تثبت صدق ما تحدث به. هل جاء لكم بآيات من القرآن ذكر فيها مثل هذا الأمر صراحة؟ لا يا جدي. وإن كان صادقا في قوله لما لم يأتي بها؟ أتعلم لما يا بني؟ لأن كتاب الله لم يذكر فيه شيئا عن مثل هذا الأمر ولو لمرة واحدة. كتاب الله الذي كما قال هو لم يفرط فيه من شيء. جاء في الكتاب ذكر الصلاة 67 مرة، وجاء ذكر الصوم 13 مرة، وجاء ذكر الجنة 67 مرة، وجاء ذكر النار أكثر من 100 مرة. فإن كان الشيخ صادقا في حديثه، وإن كان هذا الأمر حقا، فلما لم يذكر الله مثل هذا الأمر صراحة ولو لمرة واحدة؟ ولكن الله جدي لم يذكر بالقرآن مثلا كيف نقوم بالصلاة؟ ولكنه ذكر الصلاة بني في مواضع عدة، أما عن طريقة الصلاة وكيفية التعبد فهذا الأمر ومثل هذه الأمور تركها الله لموضع آخر، ألا وهو سنة النبي. وكل ما هو صحيح ومؤكد من سنة النبي ستجد له أساسا بالقرآن، أما الأشياء الأخرى التي لا صلة لها بكتاب الله فهي من ادعائهم. وما هي سنة النبي جدي؟ سنة النبي بني هي كل ما ورد عن رسول الله من قول أو فعل تفسيرا لما هو مبهم، وتفصيلا لما هو مجمل لما جاء ذكره بكتاب الله. ولتعلم يا بني أن عمل ابن آدم الذي يؤول به إلى حسن العاقبة أو إلى سوء العاقبة
عمل لا ينقطع إلى يوم الدين، فكيف يجزى عليه وهو لم ينتهي منه بعد؟ يقول رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أي أن صالح العمل لا ينقطع وضعه بميزان الأعمال إلى يوم الدين. وكما تعلم يا بني فإن الحسنات تذهب السيئات. نعم جدي، ولكن الشيخ نافع أتى بآيات ثلاث من القرآن وقال أن هذه الآيات، قال أن مثل هذه الآيات تعني أن هناك عذابا بالقبر قبل عذاب الآخرة. هل تقصد ذلك بني؟ نعم جدي، إنهم يدعون أن هناك نعيما وعذابا بالقبر، ولكنهم دائم الحديث فقط عن عذاب القبر. لما لا يتحدثون هكذا عن نعيم القبر؟ ولما لم يأتوا بآيات من القرآن عن مثل هذا النعيم إن وجدت؟ هل هناك من أمر ما ربما نحن لا نعلمه؟ هو من جعل الخالق لم يذكر هذا الأمر في مواضع عدة بالقرآن، وهو من ذكر النار أكثر من 100 مرة. ما الحكمة الإلهية من عدم ذكر هذا الأمر صراحة ولو لمرة واحدة؟ يقول الخالق في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لم يقل الخالق إنه سيؤخرهم إلى يوم آخر غير يوم الحساب بني. يقول أيضا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لم يقل يوما آخر. ويقول أيضا: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يوم الدين بني. إذن كيف ومع كل هذه الآيات البينات يدافعون بكل هذه القوة عن فكرتهم الخاطئة؟ ألا يدعو الأمر للتفكر والمراجعة؟ إنهم فقط بني يتحدثون لا يتفكرون. وماذا عن أحاديث النبي جدي؟ يقول الخالق: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا كما ذكرت لك يتحدث الخالق عن ما هو مبهم يحتاج للتفسير، أو عن ما هو مجمل يحتاج للتفصيل مما أتى ذكره والحديث عنه أو الإشارة إليه بالقرآن. الأمر الذي يتحدثون عنه بني ليس بالأمر الهين، إنهم يتحدثون عن الجزاء. ومثل هذه الأمور الكبرى لم يكن الله بغافل ليهمل الحديث عنها. وأخيرا بني، يجب أن تعلم أن حديث الخالق عن النار في أكثر من 100 مرة وفي أكثر من 100 موضع لم يكن حديثا هباء، بل كان لحكمة وضرورة. ألم تكن هذه الحكمة وهذه الضرورة متوفرة للحديث عن عذاب القبر مثلا، وهو إن صح قولهم العذاب الأقرب بني؟ ولكنهم جدي يرفضون الحديث في مثل هذا الأمر ولا يتشككون من صحته. إنهم بني كما يتوارثون علما يتوارثون جهلا، هي عادتهم. لكنهم جدي ربما أرادوا خيرا. عند الله حسابهم بني، فهو العليم وهو مدبر أمر هذا الكون. إن الله عليما خبير. هل فهمت ما أقصده بني؟ نعم جدي، لقد فهمت.